الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الله يبارك فيك. النهارده يعني كنت في الشغل وتعرضت لفتنة كده، والحمد لله يعني ربنا نجاني منها وما ذنبتش يعني. الحمد لله. بس حاسس ان انا يعني قلبي مش يعني في اثر مش حابه يعني. استغفر الله، لكن الفتنة ما زالت قائمة أو لا لا، هي كان في بنت جت تعرضت لي، فانا بعدت عنها ومشيت. بس حاسس ان انا ماشي وانا يعني قلبي متضرر، من مش عارف يعني. يا اخي الله يسلمك، عرضك تعوذ بالله مش ترجمي، هي موظفه معك ولا يعني عارضه؟ لا 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 لا، دي حاجه عارضه. لا خلاص الحمد لله، ربنا سلم. الحمد لله. طب اعمل ايه عشان ذكر الله؟ الحمد لله، الحمد لله إيه؟ الذي نجانا، الحمد إيه؟ لله. مش سامع. الحمد لله، الحمد لله، ذكر ذكر ذكر. اقول الحمد لله؟ ايوه قول الحمد لله، ولا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله. شكرا، مرحبا.